وزارة الفلاحة تعطي الضوء الأخضر لأضخم شركة إيطالية في قطاع الفلاحي. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. شركة جزائرية إيطالية لإنتاج الحبوب والبذور في جنوب الجزائر خوتي، يعني في صحراء الجزائر خوتي، على مساحة 36 ألف هكتار. والعياشي راهي كحل من بعيد، العياشي راه داخلها غير الجزائر الجزائر، والناس راهي تخدم خوتي، الناس في الجزائر راهم يخدموا، الجزائر راهي تقدم، الناس اللي هوك راهم غير متبعينا. المهم راكم سمحتوا بالقصة تاع الناس اللي هوك اللي خرجوا على الجزائر. المنتوش الفلاحي هذه المرة في الجزائر دهش العالم، وسيختو الناس اللي هوك، يعني الناس اللي هوك ما بغاوش يأمنوا، قال لك هذا ذكاء اصطناعي. بصح مع ذلك اليوم غادي نشوفوا شراكة بين الجزائر وإيطاليا على هذا الذكاء الاصطناعي اللي راهم يتكلموا عليه الناس اللي هوك. معليش، حنا رانا نخدموا ونتقدموا ونديروا في الشراكات، وبلادنا تزيد تتقدم، والناس اللي هوك راهم داخلينها غير الجزائر والكذب في المواقع. المهم غير لي لايك بارطاج، طلعونا الفيديو، واللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. المهم قبل ما نبداو، نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك اشترك وفعل زر الجرس ولي لايك والبارطاج، طلعونا هذا الفيديو. خلونا نبداو، بسم الله. شاهدنا خطا طويلا من الشاحنات، وشاهد العالم كذلك هذا الخط الطويل من الشاحنات، لكن هذا الفيديو كله بالذكاء الاصطناعي. هذه قناه تاع زريبه طاكوس راهي تتكلم، قلت لكم هذا الشيء اللي راكم تشوفوا فيه ذكاء اصطناعي ماشي بصح. ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الوضع على الأرض. هو تحايل واضح وتضليل إعلامي كبير ومهزلة بل فضيحة جديدة للنظام الجزائري. ما فهمتش أنا علاش نكذبوا، يعني نكذبوا عليهم هما ولا على ناس أخرين؟ هذا المنتوج تاعنا الفلاحي، وأنتم واش دخلكم؟ زيدوا تبعوا معليش. هكذا تنوعت وتباينت تعليقات النشطاء على هذا الموضوع عبر مختلف منصات التواصل. للتعليق على الموضوع معنا من باريس. الغالب خوتي راكم على بالكم باللي الناس اليوم حاسديننا على الصحراء اللي في بلادنا، على بها ديفوا يقول لك باللي تندوف تاعنا وبالشر تاعنا وكامل، يعني ما عندهم صحراء، اللي يعطيك يخدمهم خدمهم بلا صحراء. للاسف، زيدوا تبعوا. مدون والناشط السياسي الجزائري شوقي بن زهره، مرحبا بك شوقي. شريط فيديو بثته القنوات التلفزيونيه الرسميه الجزائريه يظهر اسطول ضخم من الشاحنات محمله بالعتاد لمباشره حمله الحصاد والدرس. هذا الشيء ما عندهمش بلادهم، على بها يظلوا يهاجموا في الجزائر بهذه الطريقه، داخلينها غير الجزائر الجزائر. وراهم جايبين الزهره، الزهره هذه اللي قصفها قبيلي من قبل، يعني هذا لعبها باللي مواطن بصح في التالي ما كان والو غير هاك، يعني يظل يخدم تحت نظام المخزن. كيجريو زيدوا تبعوا. بولايتي أدرار وتميمون، وكان يظهر بوضوح كبير بأن الفيديو غير حقيقي، وقد تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، مما أثار جدلا كبيرا وسخرية عارمة على مختلف المنصات. بدورك أنت تفاعلت مع الأمر شوقي. نواو تقول لي لا زهرة ماشي شوقي. المهم هذا الفيديو قال لك ماشي حقيقة، وقال لك الجزائر راهي تكذب، ما على باليش على مرة يتكذب عليهم هما ولا على ناس أخرين. ما فهمتش هذا المنتوج تاعنا فلاحي تاع بلادنا، الناس اللي هوك واش دخلهم فينا؟ هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، هذا الزهرة زعما كي راكم جايبينه زعما غادي يقول لكم باللي بصح ذكاء اصطناعي وغادي يبين لكم. هذا اللي صوره التلفزيون الجزائري كمية تاع الشاحنات اللي كانوا داين منتوج فلاحي تاع بلادنا الجزائر، ما قدروش يستحملوه الناس اللي هوك، يعني من كثرية الغيرة، من كثرية الحزن، من كثرية البغض اتجاه الجزائر ما قدروش يزيدوا يستحملوا. مع ذلك غادي نوروهم احنا باللي هذا الفيديو حقيقي، وايضا غادي نوروهم الشراكه اللي غادي تكون بين الجزائر وايطاليا من اجل المنتوج الفلاحي، يعني ماشي كنتوا تقولوا باللي ذكاء اصطناعي. اي زيدوا تبعوا العياشه ولي لايك البارطاج خاوتني. ذكاء اصطناعي كيما راك تشوفوه، ذكاء اصطناعي قال لك هاي الشمسيه كي مهابيل ولا مهابيل. المهم هادو الشاحنات راهم غاديين فارغين، راهم غاديين يعمروا ويعاودوا يولوا ويوروكم شنو هو الذكاء الاصطناعي.
لذلك خوتي يقولوا ربي يحفظ بلادنا من الايام تاع الحسد. هذا المكان راكم عارفين بلي الناس اللي هوك حاسديننا، حاسديننا على الخيرات تاع بلادنا وحاسديننا على الصحراء اللي في بلادنا اللي ما عندهمش هما صحراء كيما بلادنا. يعني احنا بلادنا عندنا صحراء هما ما عندهمش، هما كي اسسهم ليوطي اسسهم بلا صحراء، راكم فاهمين على بها نهار هما يهضروا على الصحراء، باغيين الصحراء تاع الجزائر وباغيين الصحراء الغربيه. زيدوا تبعوا. هذا ثاني ذكاء اصطناعي وقيله، راك تشوف هذه ارض الجزائر، ما على بالكمش باللي الجزائر فيها صحراء وقيله، هذا غير جزء صغير من الاراضي تاع الصحراء تاعنا، ماشي الصحراء بالكامل، الصحراء بالكامل كون تشوفوها دوخوا، لان انتم النظام تاعكم منومكم، قال لكم باللي الجزائر ما فيهاش وفيها طوابير وفيها وفيها، بصح الصوالح اللي فيهم الخير وكامل ما مبينهمش. دي لايك وزيدوا تبعوا. وزارة الفلاحة تعطي الضوء الأخضر لأضخم شركة إيطالية في القطاع الفلاحي. للاستثمار في إنتاج القمح والبذور على مساحة 36 ألف هكتار بولايتي أدرار وتوغورت، ثاني أكبر مشروع فلاحي يقام مع شركاء أجانب في تاريخ الجزائر. أسمع لأي شيء، شراكة بين الجزائر وإيطاليا خوتي من أجل إنتاج الحبوب والبذور، وكما راك تشوف يعني هذا اللي راك تشوف فيه دركا ذكاء اصطناعي ولا حقيقة؟ أقولنا العياشي بلك ما على بالناش. زيدوا تبعوا. سيشرع في تنفيذه وتجهيزه بأحدث التكنولوجيات فور التوقيع على الاتفاقية في الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية. تتركز السياسة الجزائرية في مجال الفلاحة على تطوير والاستثمار في الزراعات الاستراتيجية. لماذا إيطاليا؟ لأن إيطاليا معروفة عالميا بإنتاجها للحبوب وخاصة للعجائن، لأن إذا حسبنا 36 ألف هكتار معدل المردودية يقارب 60 قنطار في الهكتار أو أكثر. يعني كون جينا مجاورين إيطاليا كلنا عايشين معها غاية، كلنا نخدموا معها، نتجو معها، نديروا كل شيء معها، بصح ربي حط معنا جواني كي من هادو على غالب شابين نديرو، ها رانا قابلين ورانا مبلعين على رواحنا وصاير، رانا نخدموا وحدنا، بصح نهار هما كالينا، لا حول ولا قوة إلا بالله، تحسب ولدنا وما حصلنا فيهم، زيدوا تبعوا زيدوا. تكون كمية معتبرة. شراكة جزائرية إيطالية ستفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني، كونها ستساهم في تقليص فاتورة الواردات التي استنزفت الخزينة العمومية من جهة، وتلبي من جهة أخرى حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية. أنا ما فهمتش كيفاش كامل هذه الفيديوهات والعياشي مازال يقول ذكاء اصطناعي، كيفاش كامل هذو الناس اللي راهم يتمشوا هنا اللي راهم يحكموا القمح بليديهم، ما فهمتش أنا والله ما فهمتش، العياشي باش راه يخمم؟ يعني المخزن دير لك مخدر باش تقعد تشوف غير ذكاء اصطناعي ولا كيفاه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، المهم استمتع العياشي استمتع. كحل رؤية متعددة الأقطاب تجمع الجزائر وشركائها من أوروبا وآسيا للاستثمار في جنوبنا الكبير الذي بات يشيل لعاب المستثمرين في شتى المجالات. الجزائر تبقى يعني مرتبطة بالخارج لتحقيق أمنها الغذائي في هذه المواد التي تكلف خزينة الدولة. نورمالمون تقول يسيل لعاب العاديين، يعني العاديين اللي راهم يكحلوا والريوك تاعهم حاشاكم خوتي واصلين لهم تلر، راهم هاكا أجمدك 24 ساعة 24 ساعة. ومع ذلك يخرجوا في الاشاعات والاكاذيب على بلادنا الجزائر، بصح الحمد لله العالم كامل شاف اللي هذا منتوش فلاحي تاع بلادنا الجزائر هذه المره، وشاف اللي الجزائر هي الاولى في الفلاحه في افريقيا. الحمد لله يا ربي، هذا جمال عند ربي سبحانه، والحمد لله على الصحراء تاع بلادنا، الصحراء اللي ما عندهمش، راكم فاهمين؟ الصحراء، راكم فاهمين؟ الصحراء اللي ما عندهمش واحد الناس يكحلوا على الصحراء، ونهار هما يهضروا بالصحراء وفي الاخر ما داو والو، داو الشعر. زيدوا تبعوا. مبالغ باهظه تقدر ب 10 ملايير دولار لاختيار الصحراء، لان الصحراء كل الظروف مهيئه حاليا في الشمال نظرا لتغيرات المناخ ونظرا لتاثيرات بس الحراري، يصعب يعني الاستثمار في الزراعات الاستراتيجيه التي تتطلب المياه بكميات كبيره. لهذا الغرض الجزائر توجهت الى الصحراء، هناك غطاءات شاسعه، هناك وفره مياه، يعني الجزائر تمتلك اكثر من 45 الف مليار متر مكعب يمكن استغلالها حتى لمده 5 قرون. بعد شراكة القطرية الجزائرية لإنتاج الحليب المجفف التي تم توقيعها قبل 3 أسابيع، تواصل الجزائر استقطاب المستثمرين الأجانب نحو الجنوب الكبير في إطار مسعى الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وخلق مناصب شغل جديدة. المهم بعد الشراكة تاع الحليب اللي درناها مع قطر اللي خرجوا الناس اليوم
وقال لك بلي الجزائر غادي تعلق الشكاره تاع الحليب في الشجر، والان بعد ما شافوا المنتوج الفلاحي تاع بلادنا خرجوا قال لك بلي ذكاء اصطناعي، لا حول ولا قوه الا بالله. هادو هما الشعب ليهم غالب، عليهم هذا غالب، ما عندهمش بلادهم كيما ما عندهمش الصحراء في بلادهم، يعني هما راهم طايبين الجوع والفقر الميزيرية ويزيد نظام المخزن تاعهم يوهم فيهم اي يامنوا ما عندهم ما يديروا اي. من بعد كيشوفوا كيما في الجزائر يقول لك لا هذا ذكاء اصطناعي، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا صحيح ذكاء اصطناعي بساعة 2050 في الجزائر هذه، انتم عاد ما وصلتكمش الدور، كي توصلوا ل 2050 عاد باش تعرفوا لا كان ذكاء اصطناعي ولا لا. ساكن العياشة. المهم راكم تسمعوا عياشة شراكة بين الجزائر وايطاليا من اجل انتاج الحبوب والبذور في جنوب الجزائر، يعني صحراء الجزائر. مساحة هذا المشروع 36 ألف هكتار. بلك قد بلادكم قد زريبات تاعكم عيا الشمس كي راهم يحلموا. المهم لي لايك زيدوا تبعوا. السلام عليكم. استهلاك ديال البوطة في المجال الفلاحي كركبوا 12 بوطة في 24 ساعة، كركبوا 12 كيضربوا 24 ساعة، كيخدم ليل ونهار كيسكتش نهائيا. يا درا خوتي هذه نتائج تحالف ولا تطبيع اللي بين الصوص ومع زريبة الطاكوس، يعني البوطة هذه تاع الصوص راهم يجيبوها كيما راكم تشوفوا، داير ما على باليش انا واحد 12 بوطة ولا كيما يقولوا هما، يقولوا بوطة ما يقولوش قرعة تاع غاز. المهم هادو البوطات تاعهم 12 وحدة وما كشفتهاش حتى نهار، 12 وحدة، حنا وحدة نورمالمون تكش لك بالك 3 ايام ولا عندنا. راكم تشوفوا هذا هو نتيجة البوس وركيع والحيس تحت الصوص. المهم لي لايك البارتاج وزيدوا تبعوا. باباي انعم هذا ديديكاس لجميع واحد همبار يا ولدي، هذا ديديكاس للشوافرة للزوابرة للناس الخدامة على رواحها. هاي الهدرة يا خويا يا هدرة العياشي، هذا هو الذكاء الاصطناعي اللي راكم تهضروا عليه. راكم تشوفوا يعني الخير تاع بلادنا الجزائر، الحمد لله يا ربي، ربي يحفظ بلادنا من الاعيون تاع الحساد. هذا مكان كحلو كحلو العياشة. المهم زيدوا تبعوا. الجزائريين ها ما تكذبوش عليهم، هذا ذكاء اصطناعي صايي، قلنا ذكاء اصطناعي ما تكذبوش على مراكا، مراكا يعرفوا كل شيء، العياشه مساكين اي حاجه يعرفوها، هذه الارض اللي راكم تحصدوا فيها ماشي بالصح، هذه غير راكم مصورينها بذكاء اصطناعي ولا مساكين العياشه، شي حلموا، راكم تشوفوا هذا ثاني ذكاء اصطناعي، زيدوا تبعوا العياشه كحلو غايه كحلو، خوتنا لي لايك بارتاج دعمونا الفيديو. فيديوهات من كامل المواقع، يعني كيما الملعب كي تشوف الكاميرا منا وتشوف الكاميرا منا وتشوف، انا ثاني راني نجيب لكم كيما هاك اليوم في هذا الفيديو راكم تشوفوا، يعني هذا اللي راه يحصل في هذه الاله راه يصور لكم من الداخل باش لا تعرفوا لا كان ذكاء اصطناعي ولا حقيقه العياشه، حنا رانا نوروكم باش انتم تعرفوا تحكموا وحدكم. زيدوا تبعوا. معليش العياشي على بالي بلي راك هنا بعد ما خدعك النظام تاعكم بلي هذا ذكاء اصطناعي، ومن بعد تشوف بلي حقيقه هذا هو المنتوج الفلاحي تاع الجزائر، وانتم ما عندكم والو، عندكم غير خبز ولاتاي. زيدوا تبعوا. اهدر درك انت، اهدر اهدر درك، اهدر حامي عارف حامي عارف، اهدر 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 اهدر، لا اهدر انت حامي على روحك، حامي على روحك يا السندولي، راك تشوف ها هو الذكاء الاصطناعي. ها الجزائريين ها نع الشيطان ها قتلتوهم بالذكاء الاصطناعي. ساكنين العياشة. المهم زيدوا تبعوا. اليوم كراج بلاد حقيقة ما بقاتش آفاق ولا حلم ولا السكة الحديدية رانا نبني فيها، رانا ديجا في بعض الكيلومترات من تندوف لبشار، نديروا مصنع تركيز في بشار
باش من تما المادة الخام تمشي للمصانع تاع الحديد والصلب في وهران في عنابة وفي جيجل. بالتالي سنة 2027 هذه سي اون دات شارنيير دو لافنيير ايكونوميك دو بيي. يعني غير هما حاصلين مع المنتوج الفلاحي تاعنا وداخلينها غير ذكاء اصطناعي وأستاذ عبد تبون غمهم قال لهم باللي غار جبيلات اصبح حقيقه. يعني الناس اللي كانوا يقولوا باللي تاعنا وغادي ندوها وغادي منا ما كان والو، يعني السكه الحديديه غادي توصل بالشهر نديروا تركيز تما ومن بعد وين تروح لوهران ومن 2027 غادي تكون حاجه جديده في الجزائر. يعني انتم العيشه بروحكم ما غاديش تامنوا، غادي الحيط يوصل حتى الغيام عندكم من جهتكم غادي يطلعوا حتى الغيام، بعد ما تقعدوش طلوا صاي غادي يمنعوكم تبركيك وغادي يمنعوه. المهم لي لايك وزيدوا تبعوا غادي تشوفوا واحد الجزائريين واش غادي يتكلموا على الرئيس يعني عمي تبون. عمي تبون تحيا عمي تبون عمي تبون وكلهم يعطوني اوتوريزاسيون حق ربي حق ربي ما خلي مريض حق ربي المعبود ما نحتاجوا لا الدوله لا تعطينا لا صور لا تعطينا قادرين عليها احنا الشعب شني هو الشعب فيه الخير وفيه النيه صلاه الماك واللي يغلط انا معك عمي تبون اللي يغلط هذا قبلك دائما نقول الحمد لله لاني جزائري والحمد لله لبلادي الجزائر والحمد لله اللي جينا شعبي من هكا جينا احرار رجال راس السماء وعندنا النيف جينا محاربين جينا نضحوا بنفوسنا من اجل بلادنا وما نبيعوش الشرف تاعنا الحمد لله يا ربي ودائما نفتخر ببلادي الجزائر ونفتخر بكوني جزائري تحيه الجزائر وربي يرحم الشهداء ربي يرحم الشهداء اللي ضحوا بنفوسهم باش يحاروا هذه القاره اللي رانا نتنعموا بالخير تاعها اليوم والعاديين راهم يكحلوا عليها من بعيد وراهم يخطوا بصح مع ذلك رجالها راهم واقفين يعني الارض اللي ورثناها ما عند جدودنا عمرنا لا غادي نسمحوا فيها بدمنا وما نسمحوش فيها بالتالي المهم سمحتوا واش تكلموا هادو الجزائريين على الرئيس تاعنا عمي تبون واش كان يقولوا الجزائريين رجاله ماشي جماعات راكم فاهمين الجزائريين رجاله الاحرار ما يستنوش باش الدوله تمد لهم هما اللي يمدوا للدوله تاعهم على بالنا بلي احنا الدوله راهي واقفه مع ولادها وراهي تمد وتمد بصح الجزائريين دائما الاحرار راني نقول لكم عمرهم اللي يستنوا بلي بلادهم تمد لهم هما اللي يمدوا بلادهم هما اللي يطوروا بلادهم هادو هما الجزائريين ماشي كيما جماعه بوس وركع وقول عاش نهار وما يشكو تحت ميميسيس ونهار وما داخلينها غير الحيس عاش لي ما تهلي باش الله اعلم ودائما الاكاذيب والاشاعات المهم بالنسبه للموضوع هذا تاع الذكاء الاصطناعي باللي المنتوج الفلاحي تاع الجزائر ما بغاوش يصدقوه وقال لك الذكاء الاصطناعي وكامل انا ما بغيتش نتكلم فيه الحقيقه يعني انا كي شفت هذو التخاريف تاعهم لا غالب 10 في عقل راكم فاهمين يعني كامل يتمشوا في علاقه تاع ميميسيس بيت عانى الجهاله ناس كي من هادو تعاندهم خليناهم يهضروا من بعد اليوم ها هو كاين مشروع بين الجزائر وايطاليا جيت نبشرهم به جيت نبشرهم باللي الجزائر هذا اللي كنتوا تقولوا عليه ذكاء اصطناعي راه كاين حقيقه وغادي ديرها شراكه بين الجزائر وايطاليا يعني ما توش تاعنا فلاحي حقيقه الصحراء كاينه لان صحراء تاع الجزائر صحراء كاينه في الجزائر ماشي كيما عندكم انتوما اللي اسسكم لا غالب نورمالمون الاولى تهضروا معاه تقولوا له ها دير لنا صحراء حنا نبغوا الصحراء نموتوا على الصحراء هنا رانا حاسدين الجزائر على الصحراء تاعها لا غالب ما عندكم لا صحراء لا والو قاعدين هنا لصقت لكم من كثريه الخير اللي راه في الصحراء تاع الجزائر الحمد لله يا ربي ربي يحفظ بلادنا وربي يزيدنا خير على خير وانتم تكحلوا من بعيد يا العديان المهم تحيه الجزائر دائما وابدا وربي يرحم الشهداء انتم خاوتي عطونا رايكم في التعليقات بلا ما نزيدوا نطولوا طولنا بزاف في هذا الفيديو بصح هذا كل شيء غير باش ندافعوا على بلادنا ونردوا على العديان اللي راهم يكحلوا من بعيد المهم كتبوا لنا رايكم في التعليقات وايضا لي لايك البارطاج دعمونا هذا الفيديو بارطاجوه وصلوا خوتي باش يوصل العياشه ويشوفوا الذكاء الاصطناعي الحقيقي كيما قلت لكم العياشه هذا تاع 2050 الذكاء الاصطناعي تاع 2050 انتم ما على باليش عندكم ولا لا النهار اللي توصلوا 2050 تما تعرفوا لا كان ذكاء ولا حقيقه المهم اللي ماش مشترك يشترك فعل زر الجرس فعلوا زر الجرس باش يوصلكم فيديو جديد اللي نحطوه في القناه ان شاء الله تلاقوا في حلقه جديده سلام